انا راجع وكل الشوق لان انا اقدم حاجه كويسه. فالحمد لله ان ربنا وفقني وعملت الدور دوت. كان بمثابه مش عوده بقى، لا ده كان انتصار، انتصار على نفسي انا اولا، لان انا كنت محبط جدا وخايف جدا. فمحمد سامي ربنا طبعا الاول قبل كل شيء، ومحمد سامي كان لهم الفضل ان انا ارجع بالشكل ده، وشحنني شحنه عارفه اللي بيشحن بطاريه عربيه، هو عمل فيا كده، قومني من الاول تاني. بص اقول لك حاجه، اللي يخاف ما يعملش. انا ما بخافش خالص من الفن، يعني شغلي في الفن ما يخلينيش اخاف، لا انا بقدم وبعمل، بقدم حاجه للجمهور هيتقبلها مش هيتقبلها دي حاجه بتاعتي، انما انا اخاف يبقى مش هقدم حاجه. ده حلو قوي. الدراما طبعا انت عارفه بتعتمد على الخير والشر والصراع اللي بينهم الدائم، فعيله فتح الله بتمثل شر وفيها جزء طيب وخير، وعيله جعفر فيها برضو شر صغير انما فيها خير. الصراعين دولت هم اللي بيعملوا الدراما، هم دول اللي عملوا المنظومه اللي انت شفتيها. ارمي بقى كل ده على جنب، الحب اللي كان بينا داخل هذا العمل هو اللي وصل العمل للصوره اللي انت شايفاها دي. الحب ده زرعه محمد سامي ومحمد رمضان في قلب المجموعه كلها. اطيب وابسط انسان شفته في حياتي، بيتعامل مع الكبير زي الصغير، زي المتوسط زي اصغر عامل في البلاتو، محمد رمضان بيشيلهم على دماغه. طبعا طبعا المشاهد فيه حاجات مشاحنات كتير قوي، وفي مواجهات كتير قوي بين العائلات وبين الممثلين وبعضهم، دي خلقت نوع من التحدي بيننا وبين بعض كممثلين، مين هيبقى الاحسن، فبقينا احنا الاثنين بنطلع احسن من بعض، وده شيء جميل جدا ان الصراع ده بيؤدي لده. اي مشاكل كانت بتحصل بتدوب في لحظتها، لان احنا متفقين ان العمل ده لازم يطلع باحسن صورة، واي حاجة تحصل يا جماعة تعالوا نحلها مع بعض بسرعة، فكانت الهفوة بتتحل. فما فيش اي خالص، ده كل دي كانت انواع من الدعاية عشان خاطر الناس تتكلم وتقول ده في مش عارف ايه وفي ايه وفي صراع هنا، فيبقى في كلام. ده ذكاء ممثل، ده ذكاء فنان، ان هو بيعمل ده عشان يخليكي الله ايه ده، دول زعلانين من بعض ما جابش سيرتها، لكن بالعكس والله كنت تشوفيهم في البلاتو سمنة على عسل، مش حاجة خالص. كنت انا بتجنن وبمشي بقى اجري ورا عيالي، ولما عملوا حاجات وكده فكدي نهايات، فما اعرفش هما هيغيروها ليه بصراحة، الله اعلم الله اعلم. بس ان شاء الله هتلاقوا مفاجآت في الكام حلقة اللي جايين دول غير متوقعة. هقول لجعفر العمر انا استمتعت بالعمل معاك، مبروك النجاح الجامد ده عليك، وانت مش يعني ما نقدرش نقول ان انت ما بتنجحش، انت من نجاح لنجاح لنجاح، بس النجاح المرة دي كان فوق ما يمكن ان يتصور اي حد، لان كان محمد سامي ومحمد رمضان عايزين ده، كانوا بيسعوا ان هم ينجحوا النجاح ده، فالحمد لله ان احنا وصلنا. ضرب نار العمل فيه ممتع جدا بجد. ياسمين دي انسانة طيبة، طيبة غير طبيعية. احمد العوضي بني ادم جميل جدا، مركز قوي، عايز يعمل حاجة، فالحمد لله نمرة اتنين بيتشاف دلوقتي النهاردة، فده شيء جيد جدا، وانا استمتعت بالعمل معاهم حقيقي. الاتنين ناجحين، بس جعفر العمرة طبعا طبعا، يعني النهاردة ما انت يبقى عندك مليار مشاهد، انت عايزة ايه تاني؟ حققتي رقم ما تحققش قبل كده في التاريخ، فده شيء عظيم جدا الحمد لله. بص هنا صحابي وهنا صحابي، انما طبعا الاقرب الى قلبي بشكل جيد جدا جعفر العمدة، لاني بذلت فيه مجهود جامد قوي. كل سنه وانتم طيبين وشعب مصر كله بخير يا حبيبي، ربنا يخليك.